بعد يوم مغيم لقيت الشمس طلع، قلت لازم انزل اكمل تصوير مدينتي ايدهوفن، خاصة ان بعد 5 سنوات خلاص هنتقل واسيب المدينة لمدينة تانية. فكل فيديو من المدينة مش بس هيبسطكم، ولكن هيكون وقت جميل كل ما افتحه، خاصة لما اكون عايز افتكر ذكرياتي في مدينة ايدهوفن. المدينة اللي استضافتني من وقت وصولي لهولندا من 5 سنين، كل الحب والتقدير للمدينة الجميلة وشعبها الطيب. هذا الفيديو هدية للمدينة وأصدقائي الهولنديين والعرب اللي هشتاق لهم جدا، فاشترك بالقناة فورا وبسرعة اربط حزام مقعدك، فالسيارة السيارة الطيارة هتقلع إلى مدينة ايدهوفن بجنوب هولندا كأنك هناك. ونزلت على ساحة السوق مرة تانية علشان نكمل مع بعض اكتشاف أهم معالم مدينة ايدهوفن، وفي وسط السوق على طول في ساحة السوق هوريلكم واحد من أبطال المدينة. في الحلقة اللي فاتت حكينا كتير عن ازاي الأخوان فيليبس قدروا باختراعاتهم يغيروا الحياة بهولندا وخاصة بمدينة ايدهوفن، لكن في واحد في العيلة كمان مشهور وكان السبب في وصول شركة فيليبس للعالمية، هو صاحب التمثال ده. التمثال ده لابن اخ مؤسس الشركه مستر جيرارد فيليبس اللي كان اسمه فريتز فيليبس. فريتز فيليبس استلم اداره الشركه بعد وفاه عمه وكان مسؤول عن التسويق ومشي في خطى عمه، فاهتم بالتطوير والابحاث وما دخلش على مدينته ايدهوفن بالتطوير والبناء، يمكن علشان كده عاملين له تمثال في ساحه السوق. التمثال مصنوع بالكامل من البرونز وارتفاعه تقريبا 3 متر، وهو كمان بطل من أبطال الحرب العالمية الثانية. فلما عرفت عيلة فيليبس أن جنود النازي قربوا من هولندا سنة 1940، هربت كل العيلة لأمريكا وأخذوا معاهم كل رأسمال الشركة، ولكن فريتز رفض الهروب وصمم يبقى موجود في الشركة وتمكن لمدة 3 سنين أنه يدير الشركة وقت الحرب. ولكن في سنة 1943 أنقذ حياة 382 يهودي لما أقنع جنود النازي أنهم مهمين ولا غنى عنهم لمراحل الإنتاج المختلفة في شركة فيليبس. ولما هربوا اليهود دول برا هولندا تم اعتقاله في معسكر اعتقال فخت، ولكن الحمد لله قدر أنه يعيش لحد فترة انتهاء الاحتلال وتحرير هولندا، يحترفوا بيه بعد كده بطل من أبطال هولندا وقت الحرب. وعن عمر تقريبا 100 سنة، 5 ديسمبر سنة 2005 مات فريتز فيليبس لتنتهي الأسطورة، أسطورة رجل بأمة في وقت الحرب والسلام وبطل من أبطال هولندا. وعلى يمنا خلينا ناخده كده بالمرة، لو نازل تتسوق في وسط البلد في مدينة ايدهوفن اكيد هيبدأ يومك من مركز تسوق دي هافل. المركز ده المركز فيه مطاعم كتير واكتر من 80 محل مشهورة، وذكرياتي فيه كتير خاصة في الشتاء. فلما تكون الدنيا برد جدا ونفسك تتمشى في مكان دافي، فبيكون دايما المول ده ملجأي من البرد، منها تتدفى ومنها تشوف حاجات حلوة. ودايما بينصحونا هنا علشان اكتئاب الشتاء يختفي انك تعمل حاجتين، الاول انك تروح مكان زحمة وفي ناس كتير، والتاني انك تروح مكان فيه اضواء قوية، كده بتقدر تضيع الاكتئاب. علشان كده المول هو احسن علاج لاكتئاب الشتاء. تعالوا اوريكم حاجة جميلة جدا جوه المول اسمها سيلفي هاوس او بيت السيلفي، وباين من اسمه طبعا هو بيعمل ايه المكان. يلا بينا ندخل واحدة واحدة. المكان بس مخصوص لحاجة واحدة بس، انك تاخد لنفسك صور سيلفي. فالصور سيلفي في اماكن غريبة، هنا فوق السحاب، تخيل كده تاخد صورة وانت واقف فوق المدينة المفقودة دي وتحطها على الانستجرام. يعني في ناس مهاويس بس مش انا الحمد لله. في غرفة ليزر ومرايات تاخد صورة لنفسك 10,000 مرة مثلا. الصراحة مفيش حاجة جذبتني اني اخد سيلفي معها لغاية دلوقتي. جميلة جدا غرفة الضحك، تشوفها كده تلاقي نفسك تبتسم لوحدك، دي لازم اخد فيها صورة فورا. وبره المول في حديقة ألعاب ومطاعم كتير قوي وقهاوي،
ساحة سبتمبر بلان اللي احنا واقفين فيها دي او ساحة السوق هي واحدة من اكبر الساحات في المدينة، وزي ما انتوا شايفين دايما فيها حركة والعاب، ويوم الثلاث بالذات بيكون فيه سوق مفتوح بيجي فيه المزارعين بيعرضوا منتجاتهم، وبيكون فيه حاجات تانية باسعار رخيصة. وكل ما اشوف المناطق الحلوة دي معاكم بحس فعلا اني كأني حسيب بلدي للمرة التانية، ايندهوفن حتى من قلبي. وركبت الباص عشان اوريكم مكان تاني حلو جدا في مدينة ايندهوفن. ايوه هو الطبق الطاير الغريب ده، كوفيت، شارع الفحص السريع للكوفيد 15 دقيقة وبس يطلع لك فحص الكورونا 15 دقيقة يا شباب. وصلنا مركز التطور او ايفليون، وايفليون هو مركز مؤتمرات ومتحف علمي انشأته شركة فيليبس عشان يكون متحف علمي وبحثي للالكترونيات والكهرباء في ايندهوفن. ومن وقت انشائه سنة 1966 اصبح معلم بارز ورمز من رموز مدينة ايندهوفن. في الوقت ده كان لسه الناس عندها هوس بالاطباق الطايره، فكره المبنى جت على بال فريتز فيليبس اللي حكينا عليه من شويه، قام عامل رسم كده كروكي تخطيط المبنى على منديل ورقي، وعلى طريقه شخبطات سيادتك تخطيط لمستقبلنا المتبعه في الشركات تم عمل التصميم المبدئي لإيفليون. كان فريتز فيليبس عايز يمنح اهالي ايندهوفن هديه تعليميه جميله خاصه في وقت الاحتفال بالذكرى السنويه ال 75 لتاسيس شركه فيليبس. قطر القبه اللي انتوا شايفينه ده 77 متر. في الستينات والسبعينات من القرن الماضي كانت إيفليون معلم جذب للزوار من جميع انحاء العالم، لكن للأسف دوام الحال من المحال لوجود مشاكل مالية وضعف في تمويله، خاصة مع تراجع شركة فيليبس عن سيطرتها على سوق الإلكترونيات. تم إغلاق المتحف الأصلي سنة 1998، ومن وقتها اتحول إيفليون إلى مركز عالمي للحفلات والمؤتمرات الدولية بدون المتحف. كل حاجة في المدينة عيلة فيليبس لها دور فيها، ووصلنا لأهم حاجة حديثة في مراسهم لمدينة ايندهوفن، ألا وهو ملعب فيليبس. ملعب فيليبس هو ملعب كرة قدم يتسع تقريبا ل 35 ألف متفرج. الاستاد الرياضي تم افتتاحه أول مرة سنة 1913، وقتها كان بيسيع بس 300 شخص قبل ما يتم تحديثه أكتر من مرة على يد عائلة فيليبس. موقعه قريب من منطقة فيليبس دروب أو قرية فيليبس اللي هي قريبة من مركز المدينة. الملعب بيستخدم أعلى درجات التكنولوجيا، فالمقاعد بتوعه بيترفعوا بطريقة معينة علشان دايما يكون في تهوية في كل الملعب، وبيستخدم الأضواء الصناعية في تغذية ونمو الأعشاب أرضية الملعب، علشان كده الأعشاب بتكون طبيعية 100%. والملعب بيستخدم في اوقات كتير لمباريات المنتخب الهولندي، واكتر رقم قياسي حضره كانت مباراه بين بي اس في ايندهوفن ونفسه اللدود اجاكس امستردام، وحضرها 34,700 متفرج. رغم انه مش ملعب كبير بالمقاييس العالميه، الا ان تم تصنيفه على انه ملعب من فئه 4 نجوم من اليو اي اف اي، معناه انه مكان بينفع يستضيفوا فيه نهائيات كأس الاتحاد الاوروبي. وده اللي حصل فعليا في سنة 2006 لما صارت مباراة في نهائي كأس الاتحاد الاوروبي بين اشبيلية اسبانيا على ميدلسبورغ اف سي، وكانت موجودة في الملعب ده ملعب فيليبس. ودرجة اهتمامهم بالكرة القدم وبالاستاد كبيرة جدا، لدرجة ان هم عاملين محطة قطار موجودة بتوصلك لغاية قدام الاستاد علشان المشجعين ما يتعبوش وهم جايين يتفرجوا على المباريات، حتى انهم عاملين لهم جسر مشاة بيوصل مباشرة من محطة القطار الى الملعب. وما اقولكمش بقى على اللي بيحصل لما فريق بي اس في ايندهوفن بيكسب، البلد كلها بتولع. بما ان الفيديو مش بس عن معالم مدينة ايندهوفن، ولكن كمان كمخزن ذكرياتي بالمدينة بعد ما انتقل منها، وزي ما وريتكم بفيديو سابق قبل كده اكبر كنيسة بالمدينة، كمان حوري لكم اكبر مسجد بالمدينة الا وهو مسجد الفاتح. مسجد الفاتح تم افتتاحه سنة 1989، وكان اول مسجد على الطراز العثماني في كل شمال اوروبا،
والمسجد بيحتوي على مأذنة على شكل دبوس على الطريقة العثماني وقبة كبيرة حواليها عدد من الأبواب الأصغر. والمسجد بالليل بيضاء من الخارج على شكل زهرة التوليب لتوضيح العلاقة القوية بين المسلمين وهولندا. هتوحشني خطبة الجمعة باللغة التركي والهولندي اللي بعد دقيقتين بس بتحس كأنك آخد منوم ومش قادر تفتح عينك. والشيوخ قالوا لي لازم تحضر الجمعة حتى لو ما فهمتش منها أي حاجة. نعمة إنك تسمع خطبة الجمعة بالعربي، نعمة بحسد عليها كل اللي مقيم بدولنا العربية. هتوحشني كتير يا جامع الفاتح. وجعت شوية قلت أروح على مطعم شامي في سوق كراوسترات أو زي ما بيسموه العرب المقيمين في أيندهوفن سوق العرب، فتفاجأت إن في شغلات تانية في السوق النهاردة. هو سوق الأنتيكات، فكل مو دايما بيكون هيك، بيكون السبت شيء تاني، بس النهاردة الأحد وهذا سوق الأنتيكات، كل واحد جايب حاجته القديمة وجاي علشان يبيعها في هذا الشارع. هو مسموش شارع العرب، ولكن عشان فتح فيه مطاعم عربي كتير فصار كل حد جاي من بره، خاصة العرب الجزائر اللي جايين يزوروا المدينة أو ضواحيها أو حتى مرئين في هولندا، يقولك لازم نيجي هنا ناكل أكل عربي، بروستت وشاورما ومعجنات وضلمة عراقي وما بعرف شو. لا مش ضلمة، مش للدرجة دي يعني، ولكن فصار يقول وإحنا معدين لازم نقف في الشارع ده نشرب شيشة ونأرجل وناكل من المحلات الموجودة في هذا الشارع الجميل في مدينة أيندهوفن. إن كل ما أجي أنزل ألاقي محلات جديدة فتحة عربية، ففوجئت بمحل اسمه راما ريستورون. راما ظهر فتح جديد، فحبيت إني أعمل له أتكلم عليه باعتبار إني هو فتح جديد، ونشجع كل أهلنا وسوريين الفاتحين جداد في أوروبا. دخلين على محل راما، المحل حاجة نظيفة قوي قوي، شاشات بالعربي يا جماعة، بالعربي في قلب هولندا بالعربي. ايه الحلاوة دي؟ نشوف السيخ نفسه بيشهي كده، شايفين؟ كيفك؟ شو اخبارك؟ الله يسلمك. اول شيء مبروك على المحل. الله يبارك فيك يا رب. احكي لنا، يعني المنافسه الشديده هون ومع ذلك يعني فتحته. ايه والله انا جيت جديد على هولندا لهون، وبعد الشباب هون انا ما جيت على جيت دغري لقيت عمل هون بما انه مصلحتي بيتزا ومعجنات وهيك، والحمد لله الامور كلها ماشيه تمام. يعني بتنصح العالم تيجي على هولندا؟ يا نعم اكيد، هولندا بلد كثير مميز. تمام تمام. انت شو عم تعمل، معجنات ولا بيتزا ولا شو؟ لا جبنه تمر. اوه مثل اهل الشام يعني؟ نعم. من الشام اصلا شكلك؟ اصلي من ادلب. ادلب ايوه، بس برضه كله بينفذ على بعض. تمام والله شغل حلو. طلبت شيء ثاني كمان، همبرجرايه، شايفين قديش كبيره؟ هي لحمه عاملينها هون، مو لحم السوق مجمد. شغل الساندويش. مع الساندويش بجنن. بجنن، شغلة خطيرة جدا مطعم راما. أكلت ثلاث سندويشات ولسه ما شبعتش، فلافل وشاورما لحمة ولا شاورما جاج. ما أكلت أكل مو طبيعي، أول مرة بحياتي يبقى نفسي يبقى عندي بحياتي عشان أكل أكتر من كده. معدتين أو ثلاثة. مش كل يوم الواحد بيلاقي الطعم السوري الأصيل في مطعم، فعلا يعني. لام الهولندي بيمسح الطاولة لحاله، شيء جميل. يا آيس كريم على الطريقة الهولندية. الجو حر جدا يا جماعة، امبارح كانت الحرارة مش معقول، مش معقول ان في يوم واحد تنزل الحرارة وتطلع 10 درجات، مش معقول. بس شايفين الآيس كريم حاجة خرافية. مش بس في مطاعم عربي، لا في تركي كتير، شايفين صف مطاعم تركي كامل ومطاعم صيني، واكيد في مطاعم هولندي، ولكن الاكثر شيء صار المطاعم دي يا جماعه. مطعم عراقي،
عراقي. السلام عليكم، كيفك؟ الحمد لله. شو الأخبار؟ كيف الشغل بعد الكورونا؟ والله شغل مليح، خلصنا من كورونا، الله يخلصنا منها إن شاء الله، وإن شاء الله ما تجي بعد، ما تعود. آمين يا رب، آمين. اللي الحمد لله. قولي شو أكلات طيبة بتعملوا؟ أكلات عراقية وأكلات أجنبية. بعض عندنا يعني المشويات بصورة عامة، عندنا خوش مشويات. أكثر شيء عجبني إن أنا الجو العراقي في قلب هولندا، في قلب هولندا، مش صحيح يعني قالك ببغداد دلوقتي. انتشر لأنه الأغاني العراقية والقعدات العراقية، وبالليل صار عندنا جلسات عراقية، حتى مرات صار عندنا دبكات عراقية داخل المطعم. داخل المطعم؟ داخل المطعم. الجمهور ما يعجبهم من صير أغاني حلوة، هم من يومهم يندمجوا ويعملوا دبكة عراقية. بس هيك حبيت نورجي العالم، وريته مطعم سوري فورجيهم دلوقتي مطعم عراقي. ان شاء الله ان شاء الله. اشكرك يا استاذ نادر على الكاميرا الحلوه اللي بدك تعملها على المطعم. بدنا نحط هيك بصمتنا على هولندا. لسه ما طبخت، شايف بس حلويات. حلو، كويس. ماشي في شوارع ايندهوفن اخر مرة، خلوني امر بسرعة على اهم ذكرياتي. هذا المركز اللي قعدت فيه سنتين بتعلم فيه هولندي، اسمه استافور. مطعم ملك الشاورما الحلبي اللي ياما قعدت عنده. محطة قطارات ايندهوفن الرئيسية، هنا كنت بركن البسكليتات بتاعتي قبل ما اسافر في بحر البسكليتات العظيم ده. يا ما سافرت من هنا عشرات المرات، مرة نمت في الشارع هنا، وديت مواعيد كتير، واستنيت عالم وقابلتهم هنا. خلوني ادخل المحطة بسرعة للمرة الاخيرة. كل يوم تقريبا كنت بمشي في المكان ده وانا رايح البيت. خليني أسألكم سؤال، هل ممكن تربطك علاقة حب بمكان؟ كل حتة في مدينة ايندهوفن هتفضل محفورة جوه في قلبي. وصلت البيت، اهو بيتي هناك. وهكذا وهكذا ينتهي فيديو اليوم من مدينة ايندهوفن، اللي يمكن يكون آخر فيديو ليا بالمدينة قبل ما انتقل لمدينة تانية. أتمنى يكون حظي أحسن في المدينة الجاية. أتمنولي حظ سعيد ومستقبل أحسن. وأنا لغاية ما انتقل من المدينة دي قلبي عامل هيك هيك هيك. ما العشرة ما تنش على حد، المدينة دي أكرمتني وساعدتني وساعدني أهلها. فأقل امتنان إنك أنت تكون زعلان وأنت سايب. شوفوا بخير، سلام.